أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ يوسف، صاحب محل يوسف باي للعطور. أستاذ يوسف نورتنا، بداية حابين نرحب فيك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك يا طيب. يعني حابين نرحب فيك طبعا ونتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا اسمي يوسف محمد علي، من الهند، تقريبا اكثر من 35 سنه في دبي ما شاء الله، يعني في الخليج. وشغال مش رجل اعمال مثل ما تقول، احنا عطار يوسف معروف. يعني برفيوم ميكر ان دبي. ما شاء الله عنك. يعني ما شاء الله عنك. خبرنا اكثر عن بداياتك في اماره دبي، واين ابتدا المحل في اماره دبي كبدايه. والله انا مثل ما اقول يعني شو اسمه، انا كنت مصور قبل، كان مش الخليج، في الخليج اماكن ثاني في الدوحة. وبعد هذه أنا عيالي مثلاً وأخواني وكلهم شغال عطور، أخوان أكبر، وأنا عائلتنا كلها عطارين، يعني من عيالنا كلها على العطور، حتى أخواني أكبر، أكبر مني، أصغر مني، كلهم عطارين يعني. بس أنا تقريباً أكثر من 30 سنة على شغال عطور. ما شاء الله، يعني خبرة تتكلم. الحمد لله. في مجال العطور. خبرنا أكثر عن أنواع العطور، عن الخدمات اللي بتقدموها في المحل. حنا الله يسلمك شو اسمه، شغلنا تخلط العطور في الناس، يعني مثلا يبغي العطورات مثلا اي ماركات الاصليه القديم 30 سنه 40 سنه 50 سنه، اطلع قديم، جيبون العينات ماله، تسوي لنفس العطر تركيب العطور. المعروف العطورات الجديده متوفر كل مكان، لكن أكيد. في بعض العطورات القديمه الله يرحم الوالده كان استخدام، ولا ابوها كان، ولا زوجها كان استخدام فيها، ما في اسم شيء معين، جيب لي عندي انا بسوي له نفس التركيب، بسوي له العطر. ما شاء الله، عشان كذا معروف اكثر يعني. ما شاء الله عنك. الحمد لله. خبرنا ايضا عن المميز عندكم في ظل المنافسه في مجال العطور في دوله الامارات. لا، بالنسبه للعطور ما في منافسه، شيء هذا منافس مع الغش، مع هذه انت اذا شاطر على هذه ما في شيء منافس، يعني مثل ما تقول مسابقه ولا هذه هذه انت شاطر فيها. يعني نقدر نقول ان حاسه الشم هي اللي تلعب دور في. ايوه عليك نور. تخلط العطور، انا صراحه بالنسبه لي انا تخلط العطور تقول عادي، تخلط العطور عادي زي جوس ميكر صح، لكن بالنسبه للهادي انت لما جبت العطر مثلا حاجه معين قديم 30 40 سنه ذكريات الوالده كان مثلا، هذه تطلع مثلا توب نوت، ميدل نوت، بيس نوت، وش اللي موجود المكونات هذه، يبي لها دور، هذه اللي تلعب فيها. ما شاء الله ما شاء الله. خبرنا ايضا عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها في السنوات القادمه. والله شو اقول لك، انا الحمد لله سمعتنا، يعني اسمي يوسف باي، انا كان اسم المحل طيب الامارات لا هي موجود، بس احنا بيصير البراند، يعني مثلا مو بشرط ان الاسم الاجنبي بس يستوي براند. اكيد اكيد، اسم يوسف محمد احمد، اي واحد الاسم يصير براند ان شاء الله. انتشر البراند هذه برا، يعني شجع الشباب الجديد تاخذ المهنه، مش شرط ناطو اي شيء، اطور شيء you have confidence yourself to do it yourself some like brand something of course. يعني حاول سوي شيء، عندك الحق لازم هدف. اكيد، يعني مو شرط ان انا ما عندي مثلا شهاده دكتور ولا عندي شهاده شو يسمونه مهندس، لا تقدر شو يسمونه عطار ولا حاجه ثانيه، حتى الفن صحيح هذا بينتشر للعالم. يعني طبعا نتمنى يعني لكم دائم النجاح والتوفيق والتميز ايضا، يعني وان شاء الله بتتوسعوا عالميا. امين. ونشوف اسم يوسف يعني كماركه يعني عالميه للعطور يوما ما ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده، النعمه التي يحسد عليها جميع من يقطن هذه الارض الطيبه. حابين نعرف كيف ممكن الامن والامان ياثر على استقرار السوق وعلى ايضا جذب المستثمرين من خارج دوله الامارات. والله في دبي صراحه تقول على لغتنا يعني the fragrance of wealth. ايوه، يعني fragrance of يعني روائح الجنه مثل ما تقول. صحيح. انت تبي من 10 درهم رايح شو اسمه مليون درهم، حتى القطره واحده تحصل. صح. هاي دبي، مو بش انا دائما تتكلم عن العطور، مش الريحه معنا، مو بالعطور العطور بس بروحه، سلوب الناس، الاخلاق، هذه ريحه الناس، هذه دبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني جميع
يعني كل الجنسيات، كل الأفكار، كل شيء متوفر في دبي. هذه صحيح. انت قدامك كل شيء متوفر. هذه في الناس يقولون جراس، انا ما اتكلم عن جراس، انا تقول دبي افضل عطورات، يكون كل قدامك متوفر قدامك، شيء بسيط يعني قدامك اي مكان تروح، اي عطورات الماركات العالميه ولا عاديه متوفر قدامك. اذا لما تروح لفرنسا انت حصل العطورات العاديه مثلا في شيء حاجه معين، لكن محدود محدود. لكن دبي ما شاء الله ما شاء الله تقريبا 180 كم من لغات موجود، كم جنسيات موجود، كل واحد عنده أذواق يختلف. صحيح. وهو متوفر لدبي. صحيح. في إمارة دبي وفي دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية. أيوة عليك. في دولة الإمارات والكل يتعايش في محبة وسلام. أيوة. وفعلا اختلاف الأذواق هي التي جعلت دبي محطة رئيسية لجميع رجال الأعمال دبي في العالم. حابين ايضا نشكرك ونشكر ايضا شيوخ دوله الامارات، شيوخ وحكام دوله الامارات على الامن والامان اللي اعطونا اياه، وعلى التسهيلات الحكوميه اللي قدمتها حكومه دبي في مجال الاستثمار والمستثمرين. شكرا، جزاك الله خير، ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك لكم، ان شاء الله دائما يكون سعيد ان شاء الله. شكرا لك. طبعا اعزائي المشاهدين سوف ندرج الموقع وجميع وسائل التواصل الاجتماعي اسفل الشاشه. شكرك مرة أخرى أستاذ يوسف، كان لنا الشرف صراحة في لقاء رجل أعمال مميز مثل حضرتك اليوم. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.